شفيتي ما شفيتي غرعيني شفيت ما تحكيش اللي صاير ايدي الله يخليك لا تخليهم يعرسوني ما ابي اعرس شلون الحين يا يما تروح ديرون عنك امي طقتني ونحشت يما يما انت ما شفتي ايش سويت يوم قلت لها ياك معرس ايش سويت يما والله ما سويت شيء بس قلت ما ابي اعرس تاخذينا غصبا عليك ما ابي ما ابي اعرس بتعرسين غصبا عليك وعلى اهلك اللي قطتش الا على قلبي شب شبك الله يا اللي ما تستحين على وجهك فاطمه اخذيها اخذيها وديها الدار سمي عليها بالرحمن حشا استخفت وقعدت روحي ما داخل حشا ما انت صاحيه ايش فيك يا لسان القص ان شاء الله سامحيني يا يما يا ربي انا ايش سويت سامحيني ايش صاير ماكو شيء يا يما ماكو شيء بس انا ابي لها ستر ابيها تساعد اليوم لقينا واحد ياخذها باكر ما نلقى يا يما وليش ما نلقى ايش فيها البنيه يكفي اللي مربيها صالح بن احمد ريال والنعم وستين النعم فيه بالعون هذا بلاي ما تبي عشاء تعالي 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 خلينا نسولف شويه عنا دلال ايش فيك هالبنية ابي لها الخير يبا البنت بعدها صغيرة اذا ما عرست اليوم باكر لا اليوم لقينا واحد وضمناه باكر الله اعلم يبا البنت شايفة الولد وما تبيه سالفة ما هي غصيبة صالح واللي سلمك شيل ايدك عن هالموضوع اشيل ايدي لا تنسيني دلال انها بنتي لا ما هي بنتك بتعرس يعني بتعرس رضت ولا رضت بنتي يما لا خالتي زين عيسى بيتكلم وياك خليه يدخل بس ها ما في داعي حق البكي ترى بتكلم معاك عيسى مثل اخوك ويبي مصلحتك ان شاء اقنعها يمي خلت وافق ايش بنسوي عيسى ما حد يقدر يغصبك اخاف ابوي بعد يطقني لا عمي صالح حنون أبيك أنت تروح له وتقلع أنه أنا ما أبي أتزوج هالريال على أمرك راح أروح له بس واللي سلمك ما أبيك تبكين ما أبي أشوف الدموع بعيونك ما أبي أفارجك يا عيسى ما حد يقدر يفرقنا غير الله بس أنت لازمة على رأيك وبيش تاكلين بتروح له الحين اروح لباكر بشغله مو قدام خالتي ليش انه يبوني اغنعك تاخذينه اللي تشوف واذا ما تعشيتي انا ما ابي وبموت من اليوم يلا قومي وإذا انشدوت
قولي لهم بشاور روحي. ان شاء الله. برد الديرة يا أخي. جنيتي ترد حق المذلة وتتشعب. أشوف موزة وبحمي الولا يا أخو. يا يبا هذه مو موزة، هذه صورة من موزة. ما عليك بكحل عيني بشوفها. من يخليك تشوفها؟ صالح صاك عليها. بذبحها واروح أذبحها وأخذها. جنيت ايش تبي تاخذ ياهل؟ أنا ما شفته بس أحس إنها قريبة مني، أحس إنها روحي، خاصة إنها تشبه موزة مثل ما يقولون. والقرادة سموها موزة، دلال سمتها والكل حبها. ما حد يحبها غيري، موزة لي أنا وبس. لا يا نيت يا يبا هذه مو موزة، صورة منها. هالبنية هالبنية لاقينها بالسكة. لا ما ظنت، ما ظنت يا صورة إلا أصل. اللهم سامحني يا رب، اللهم سامحني. صباحك الخير عمي. يا هلا يا هلا يا هلا عيسى، يا هلا يا أبوك. سريح سريح. فيك يا عيسى؟ عمي موزة ذابحة روحها من البتي وكلها كل طير. ما تلام وقالت كلمة عورت قلبي فيها. ايش قالت؟ قالت ليش اني يتيمة بيقطوني على اي واحد. والله سبحانه وتعالى يقول واما اليتيمة فلا تقهر. انت ابوها وانت اللي كلمتك تمشي. يا ابوك خلطك صادجة، خوفك ان ما حد ياخذها. هذه يتيمه، هذه لناس على قد حالهم، اكيد انهم مهم ضارينها ولا حد قايل لها كلمه تجرحها. عمي ما حد يعلم الغيب الا الله سبحانه، وما تدري يمكن الله يرزقها بواحد يحبها ويصونها. كان زين يا عيسى انت تدري ان غلطها من غلط امنه واحمد وخالد، اذا مو ازود بعد. ليش انها يتيمه وقنوعه وحنونه ومطيعه؟ والله يا البنيه ما تطلب شيء، جبنا لها ما جبنا ما تحكي، لا قالت لا هذا زين ولا هذا شيء. عمي عيل وقفتك، وقفتك معاها. ما ادري ايش اللي براسك يا دلال، انت راضيه تقولين ولا انا قادر انشدك؟ الريال هذا ما خلي يطير، بتاخذه يعني بتاخذه قبل يطير مني صالح. وكاد منتي راضية موزة اني خذيت صالح، علشان كذي الله حط بطريقي وحدة تشبهك. رضيتي ولا ما رضيتي صالح لي. صباحكم الخير. صبحك الله بالخير. ايش فيك؟ شايفه طنطل؟ قعدي يا يمه قعدي وصلي على النبي وهدي عليه ألف صلاة والسلام. ماني قاعدة، بروح أطبخ غدانا. امشي يلا يمه. ولي سلمك خليني قاعدة عندي ديدة. أقول لك يلا امشي يمه. ما أبي أروح، بقعد عندي ديدة. لا شابها يدتي. لا أنت مالك شدهني، مالك شدهني. لا عشان أنت صح لي النيتي واخليدك عنها غصبا عليها تيي وبتاخذ اللي أنا أقوله. لا والله ما انت صاحيه، خلي البنيه اللي ما تهدون. انا اللي ربيتها
وانا اللي تعبت عليها انا وصالح. لا تقعدون تنقلون قلبها علينا. حاشا منتي صاحي ايش هالحكي؟ وخري يدك عليك يلا طالع يلا. وبعدين معك انت ايش فيك عسى ما شر. يلا لي داخل وروح اشتغلي يلا. خالتي دلال ايش فيها ينت؟ ما هي بعيدة، اللي سويته اليوم شغل ميانين. غنيضة عليها هذه المتعلمة. ما خالتي دلال كانت تكره خالتي موزة؟ لا يا يما. ليش؟ مو تقولين إن موزة تشبه خالتي موزة الله يرحمها؟ إيه تعالوا. بس لا، دلال كانت تحب أختنا موزة. ليش سوي كذي؟ والله ما أدري يا يما. ترى انها هي اللي سمتها موزة. عيلش فيها على البنية؟ لشانها تحبها وايد وخايفة ما حد ييها علشان كذي لزمت. حرام يما حرام، وقفوا معاها تعور القلب. لا تحاتي يا يما، انت روح بس وحاج عمك صالح. رحت له بس ما بي خالتي دلالة تدري، اخاف تزعل علي. عيل ما كله تنادي لامي وملزومه بي، واذا لزم ورفض دلال ما تقدر تسوي شيء. انادي لك يا ديدة؟ اي والله يا يمه، حتى اقول له اذا هي متضايقه منها خليها تقعد هني عندنا. اي والله هني احسن لها. يا عوينتي عليك يا عيسى، قلبك عليها. اي مو شين يمه مثل اخته. يلا انك تهداها وتاخذه. معورني قلبي عليها، ما ودي اشوف دمعتها. يا ربي انت تعلم اني احبها. يلا انك تهداها. وليش ما تبيه؟ عشته شو احسن منه فيه؟ ما هي سالفة احسن، بس البنية ما تبي كيفها. لا مو على كيفها، خدت انجلع وتفك خالتي من شرها. مو زين عليك موزة، من هالشر قدامك تبين روحها طيبة، بس تبين الصج هي خبيثة وحاطة عينها على ابوي. مو زين عليك شو هالحكي، خافي ربك. الا هذا الصج عاد باكر تلعب بعقله وتاخذ كل حلاله.
مو زين عليك، عندك عيال، ما تخافين من الحوبة؟ تخسة مود لها حوبة؟ يا ويلكم يا ويلكم من ربكم على اللي تسوونه فيها. فكينا زين. أمنة حدك عاد لا تغلطين على خالتي. ما غلط، بس هي الله هداها دخل روح بشي ما يخصها. قاعدة معاكم واسمعكم وبالعون البنية ذهبة. سمعتي؟ الشرها علي ليت، ما تشوفين شر. لك الله يا موزة. مساك الخير. هلا يبا، مساك الله بالخير. يبا الغداء ذاهب؟ ذاهب، بس تعال غسل يدينك. لا لا انا مغسل بالمسجد. يلا. اليوم شفت ابو سعد وسعد يسلمون عليك. الله يسلمك وياهم، شلونهم؟ ملزوم تروحين لهم. وليش؟ شو اللي يلزمني؟ نجله في ريلها قراحه وما حد عارف لها. ابيك تمرين الحواي تشتري لها دواء، يمكن الله يجعل الشفاء على دينك. ان شاء الله، الله كريم. غالية خير. انا اليوم حكيت صالح عن موزه. وش قال؟ قلت له انهم يهوسون على دلال، انه ما تخصب البنيه اذا ما تبي. اي والله ما تبي، وانا اللي تسببت لها بهالاذيه. انت ما تلامي، بتفكينها من المذله، لكن ما حد لها الحق يغصبها اذا ما تبي. دلال يانا وقاعده وما هي طايقه هالمسكينه. مسكينه صدق، لا قال حظ البنت من حظ امها. لا والله حظ امها كان زين لو ما ولد ابليس، حسبي الله عليه. الله لا يوفق لا دنيا ولا اخره. حسبي الله وكافي ونعم الوكيل. حط الغداء يبا، حطي. وينها فيه؟ قاعد تغسل الهدوم. هي يمه لا تطيعونها، خليها تاخذها وتذلف. لا باكر بتحسفين على قد شعر راسك. من قالك؟ بدروعه ما بعينها. ايش فيها بعد؟ ما هي راضيه هي وخالتها الشيفه. كل ما حكيت بكلمه اوقفوا مثل العظم في بلعومي، لسانهم سيف وراها. بدري طول عمرها تحبها، حبتهم القرادة. بس يما واللي عافيت لا تطاوعينهم. أبوك مقوي باسها. شفتي أنا قلت أبوي يموت عليها، معناته لا تستبعدين إنه يأخذها عليك. شفيك أنت يا نيتي؟ هي يما إبليس ما مات وهي عقرب، كلها محببة روحها عند أبوي من هي صغيرة، كلها يبرها علينا. باكر يمعتنا ويصير خير. ناموا عيالك؟ مبكر. نوم العوافي. أمري الغالية. ما يامر عليك عدو، بس أنا ودي لو أنه عيسى يشتغل معاك بالدكاكين. ليش؟ ما يبي أبوه؟ اليوم خنت حيلي، شكالي يقول لي إن أبوي يعمل قدام الناس. حسافة، أبوك عمره ما يتغير، ولا عنده الولد لذهبه؟ أي والله، عيسى بعد عيني يجنن ويكسر الخاطر. إن شاء الله ما يكسرش خاطر وأنا حي. أنتي آمري يا الغالية، اللي تبينه بيصير. عسى عمرك طويل. باكر أدز للصبي ينادي. لا مو هو مع أبوي. راح البيت على امرك، ويلا الحين تعالي نامي لا تفكرين. تمسي على خير. ايش عندك داخل؟ مودي لابوي قلاص لبن وتسمر ليش انا ما تعشى. تمسين على خير يما. خلود خلي نايم ورا مدرسه ان شاء الله. يوم دخلت موزة انت كنت كذي؟ كذي شلون يعني؟ بس بالوزار؟
ايش فيها؟ موزة بنتي ما هي غريبة؟ لا يعني البنت كبرت، ما لازم تشوفك كذي. ايه كبرت وان شاء الله بنزفها على رجلها انا وياك جميع. لا عدمتك يا موزة، يا أحلى موزة. هلا هلا غالية، ايش دعوة على هالفلوس اللي كانت على صدرك تشتري من عندنا نفعين رويد بقل؟ لو بلاش ما بغيتهم منك، ليش؟ أنا كل شغلك حرام. أقول حرمت عليك عيش تسقول. صباح الخير. هلا وينك؟ ضح العود توك جاي؟ ايوه ما نمت زين، سخنت البارح ما نمت الا الفجر. خليك مسخون ان شاء الله. شو اخبار شوادي اللي عندك في البيت؟ والله شوادي يلا جددت جاب شغلك. يلا عاد يلا يلا هاك هاك بكر قدو عدل مثل الناس. يلا موزة خير يما؟ اللي لابسته قصير وايد، مين بيشوفني يما؟ ولو كل ثيابك فك ذيلهم وردي خبنيهم مرة ثانية على الطرف كلش إن شاء الله الحين. يلا يا ديدا من رخصتك. وانت وين رايح يا يما؟ بروح بيت عمي صالح. وانت رايح معانا بيت اختك بدرية؟ لا بروح اقعد مع عمي صالح شوي. زين يما توكل على الله. يلا مع السلامة. فمان الله يما. يلا سمي برحمة. صبري علي يا يما شوي شوي عظامي. ان شاء الله. يلا. يلا. ريولي ما تعيني. بسم الله عليك ما فيك الا العافية يما. تدلعين بس. قولي شوي يما بس اعطيك بالسبال. يما حطي حل حق راسك، يابس شوي حبيبتي. خيطتي قطعة الخام اللي دزها لك همج موسى؟ لا يما للحين ما خيطيتها. خيطيها يما، انتش حلوك بتشب عليك شب. صج خالتي صج انا حلوة؟ حلوة الا بدرة غضة فضة لو ياطي على خدك البرغوث قضة. ان شاء الله ان شاء الله. مين هو؟ مساكم بالخير. هلا مرحبا. مساكم بالخير. هلا خالتي. هلا يما. شلونك؟ الحمد لله. شلون عمي موسى؟ شرهان عليك، من زمان ما مريته. اي والله صدقتي. بمره ان شاء الله حتى اشتري منه نامليت.
صدقين خالتي ما اشتري النامليت الا من عمي موسى عند غيره ما له طعم. اي ما صخ. وين عمي؟ بالديوانيه. اي يلا من رخصتك. حياك يما. روحي سوي الشاي ان شاء الله. دلال ايش فيك؟ صار لك مده متغيره. منتي دلال الاوليه. صاير شيء؟ من مده الا من سنين، من نظره موزه وانا قلبي ناضي اشترت وكبرت. خافي ربك يا دلال، موزه ياهل من حمام مكه ما ترفع عينها فيك وانت تزفينها وصارخين عليها. موزه نظيفه ما ينخاف منها. بس صالح ريال وفارق موزه هو يموت عليها، تطلع له عقب هالسنين الطويله وكاد قلبه يفز ويرد الوليفته. صالح مو ياهل، صالح ريال وما يبدل ظفرك ببنت الشمس. صالح ريال وهي صغيره وحلوه، شي بفيني. ظلمتي هيدر. انا ما اشك فيها، اعرفها نظيفه. الريال ضعيف وبليس ما مات، يطالعها قايمه قاعده. صالح ريالي وعندي منه ولد، وانا اروح اذا لعب براس بليس؟ انا هديت علمي ونسيت الدنيا، صرت له جاريه مو مره. عقب هذا كله تبيني اخليها تكبر قدامه؟ هي تشتر وانا اذبل من الخوف والمحاتات؟ لا يا غاليه، احبها اي، لكن احب حياتي وولدي وريلي اكثر. اي مهما كانت غريبه، انت اللي بليتيني فيها وانت اللي بتفكيني منها. اللي صار شيء بحياتي بدي اعالج العمر كله. طفى طفى لا حشم، انت صاحي؟ شلعيها من بيتي مثل ما زرعتيها. انا قاعده اتحمل ذنبها من كثر ما ازفها وشعمها، وقاعده اعطيها ريج حلو. شوفي لي صرفه واللي عافيتش. لا حول ولا قوه الا بالله. عقب هالسنين وين بتروح البنية؟ مو زين عليك. بشر يا عيسى، شلون الشغل مع ابوك؟ الحمد لله عمي، بس انا كان ودي ادرس بعد حتى الحق احمد بالهند، بس شو اسوي؟ برقبتي حرمتين، من بيكد عليهم؟ يا ابوك السالفه ما هي سالفه بيزات ومكده، اللقمه مقدور عليها، لكن السالفه سالفه هالحريم اللي عندك هذيله، ملزوم يكون معاهم رجال. اي والله يا عمي، وهذا اللي كاسر ظهري. انا مرات اقول احمد مسكين، ليش ان الغربه ما هي حلوه؟ لكن خالتي دلال بعد معروفة بحب العلم. تبي صالحة يا أبوك؟ ما عليه، خله يتعب بالأول شوي وبالتالي يرتاح. عمي ليش ما نسافر كلنا نروح نشوف أحمد بالهند؟ كلنا؟ والله يا أبوك لا وين، احنا شغلتنا شغلة يا عيسى، حريم وبزور شي ودينا. لا لا خله هو يجي أخف، أخف لنا كلنا. وبعدين يا أبوك أنا ماني مثل الأول الحين، ما فيني شدة سفر، وين أركب البحر أنا الحين؟ لا لا يجينا أحمد أخف إن شاء الله. وتدري عاد أنا بدزله مكتوب وبطرش له بيزات بعد. مسيك بخير. هلا يا بابا. شفيك؟ لا ماكو شيء. ما يصير مني والطريج تهبش وانت دمعتك عزيزة؟ أحد غلط عليك؟ شو أقول لك يا خالي؟ شو أقول لك؟ قول إيش فيك؟ من غلط عليك؟ ما حد غلط علي، لكن شنو؟ صكيت الدكان مبكر، قلت أروح أقرأ الفاتحة ولا موزة. لما رحت الحوض يا ليتني ما رحت، لقيت شايلين كل شيء. شايلين؟ مهدمين الحوضة وحافرين الأرض والكاركتر واقف. يعني قبرها راح؟ أي والله راح. وعسى ما شافوا العظام.
شالوا الأرض وي واحد شلون يشوفوا وين ودوهم؟ ما أدري. أنا قبل 10 أيام مار وقاري الفاتحة بيوم وليلة شالوا القبر والحوطة كله وكاد باعها راعيه ما قدرت أنشد. يا وينتي يا موسى ما بقى لك أثر كلش. الله يرحمك. والله عورني قلبي يا قاضي. عيل خل أقول لك اللي يعور القلب بعد أكثر. شنو بعد؟ موسى كبرت وردت كلها أمه ودلال بدأت تحس بالنغر منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحسيتها بعد بدأت تجسي عليه. يا ليتنا ما طعنا أمها وديناها لهم. لو ندري الله بيمد بعمرنا عشان خلاناها عندنا وربيناها وعطيناها ولد الحلال اللي يستر حالها. ما يعلم الغيب اللي سبحانه. شلون الحين؟ أبد هديتها على ما هي عليه. البنت بدت تكبر وللحين ما ياها نصيب. اخطبي لها انت، دوري البيوت، شوفي لها واحد اللي يستر عليها. اي والله صادق. تدري انا من باشر ماني ساكته. اهم بتروح شو اسوي؟ الود ودي اجاب البيتكم العمر كله. أنا اشتغلت مع أبوي أول ما يجمع مهرج سيد العم صالح. تمسينا على خير. أنت مثله بخير. عيسى يا نظر عيني حاسة بضيجة وأمي ما أدري إيش فيها علي وايد متغيرة ولا تبيني أقعد بروحي مع أبوي. أنا أدري إن أهو مو أبوي اللي يابني بس أنا أحبه ما أدري إيش أسوي. يا ليت عندي بيزات كان من باكر فكيتك. السلام عليكم. عليكم السلام. حيات شلونك؟ الحمد لله بخير. يلا عليكم. أصبت شويه؟ لا لا جزاك الله خير. بغيتك بكلمة راس. روحي داخل إن شاء الله. خير؟ جريب تفتكين من المحاتات. شلون؟
خطبت الموزة. صج؟ من هو؟ ولد ابو نومان بيع العلوج. وهم رضوا؟ ايه هو شان ما يرضوا. لا يعني يدرون ما هي بنتنا؟ الدنيا كلها تدري انها بنتكم مربينها وان اهلها ناس ياويت لكنهم ماتوا. بس حيل اقول لابوها حتى يون الريايل. الله يتمم على خير. مسيك بالخير. هلا عيسى. ايش فيك قاعده؟ ايش فيني بعد؟ انت تدري باللي فيني. عسى ما ضايقتك. اللي صرت معاها بروحنا الطه، بس من تي امنه بتشيشها علي. ادري فيها ظالمه بس ما علي. بينسون هالسالفه. بيملون بينسون. ما دام امنه تحن بدان خالتي ما ينسون. امريني ايش اقدر اسوي؟ سوات الله ابرك. بس انت لا تبقى علي. موزه موزه ايش عندك مجابله الدريشه؟ حار حار ولا تنطرين احد؟ انطر منه؟ ما ادري، يمكن في حكي ينقال ورا الدرايش. يلا 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 سك الدريشة وخمدة. يلا. لا إله إلا الله. مسيك بالخير. توك جاي؟ إيه ليش؟ لا يعني أقول سيدة جت البيت. إيه إيش فيك ترى؟ في شيء؟ ما أدري. كنا سمعت أحد يحاكي موزة من ورا الدريشة. لا مالك قاعدة عندي. هاي ما جيدة زابين؟ ريلي يا إما معاينتني وقرام شيء. لا بروح أكاري لك عربان. يلا يباركك يا إما. إما بزتك عاد متأخر علينا. إن شاء الله على أمك. إن شاء الله. يلا يلا. قضى الغداء؟ ما قضينا. ذهب الصفة على ما تي أمي وأختي. إن شاء الله. من هم؟ أنا يما. هلا هلا بنيتي. شلونك؟ دشي دشي حبيبي دشي. شلونك عمتي؟ هلا هلا فيصل هلا. عدل عمي عدل كرام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هلا مرحبا. صج وهجف من شب ما يجيك الا حزة الغداء. يلا دامة يلا يلا. اي دامة انت وين قاعدين دامة؟ حزة غدا الحين بتغدى احنا. اي رايك بالغداء؟ الله لا كسر راسكم بالدامة والعب ويا شعيب بعد. كسر الله راسك حتى نكسر الله راسك. ان شاء الله. منها هاي اللي بطل الباب. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حبيبي. السلام عليكم يما. هلا جيده. هلا هلا بموزه. هلا يما هلا. Thank you.
يا حي الله من ياله. الله يحييك ويبجيك يا غالية. سامحيني جيتكم بوقت الغداء، بس والله ما قدرت أصبر. لا يا خيتي بيتش ومكانك حياك الله، وتغدي معانا بعد. مشكورة جزاك الله خير، والله بقلبي سالفة أتقرقع من البارحة. آمري والله يا خيتي قلبي يعورني على موزة. خير صاير؟ كل يوم والثاني آمنتي عند بدرية وحش بموزة. مو شيء جديد يا مشعيب. مو زين، هذه يتيمة وعذرة، مو زين تحمل آثامها. أنا مثلك يا مشعيب، عورني قلبي عليها، بس بيدي. أنا مالي ميانة على دلال، ولا كان رحت لها، عاد قلت أقول لك خد حاجي آمنة، لأن حتى بدرية ما هي راضية. أدري، بدرية حبيبة يا عوينتي. قولي لها خلها تقول حق آمنة تقط موزة من حلجها، ترى مو زين عليها. على أمرك يا مشعيب. دلال بنت حلال وكاد ما هي راضية. اي عاد كله ولا دلال، ما ترضى بالخطأ. وحاجي بعد صالح خلي تشعم بنته. ان شاء الله مالك الا طيبة الخاطر. جزاك الله خير يا غالية، سامحينا. ها وين رايحة؟ وقت غدا تطلعين حافظ؟ والله اليوم غداي ببيت اخوي العود. لا كذي ما نقدر، حياك الله. مع السلامة، سامحيني يا غالية. سامحيني. بدرية تعالي شرب الشاي. قاعدة أعاون موزة على الغسيل خالتي. صرخي عليها. بدرية تعالي هي تغسلهم. وايد خالتي. وإذا وايد زبيدة هي؟ الصجين قال ترى وايد، قومي ساعديهم آمنة. لا آمنة ولا بدرية، خليها تكرف بروحها. أشوف لين جابلت صينية العيش كبرت اللقمة تقول مخدة. شو الحكي يا دلال؟ طلعين البنية بلقمتها؟ يما سكتي واللي عافيك، ما حد مقوي باصها غيركم. ترى ما قلنا للحق، هذه ما فيها زعل. الحق انها تشتغل، مو تبي تعرس خد تحمل. يا ويلك من ربك يا دلال. الديدة ايش فيك على امي؟ كب كب يا السوسة. انا؟ اي انت، ما حد مكره دلال بموزة غيرك. سمعتي يما؟ وي سمعتي يما، انت ما عندك غير الحش بالناس والقراض، وحاطه دوبش دوب هالمسيكينة. بعد زيدوا اكثر. احنا؟ لا احنا عدوانك ولا لنا مصلحة معاها، بنيتنا ما نرضى عليها. ترى وهذه بنيتنا. انت قضب لسانك يا جيلة الحية، الحين بحث بيتك اكبر ما عندي. لا عاد ترى مسختوها كل هذا وسبة موزو. انا بعرف انت شل قلبك. مالك شغل فيني؟ كل واحد يقضب لسانه احسن له. بنية قومي قومي يما، نادي اخوك عيسى خلينا نروح البيت. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. لا يا يما شفيك الله يهداك على ولدك. لا اله الا الله. يما ايش فيكم؟ ليش ما حد راضي يقول لي ليش ردينا بسرعه؟ ماكو شيء يما، يدك تضايقت من خالتك دلال. ايش سوت؟ قاعدة وتشعم موزة وتكرفها، يدتك انقهرت. ايش فيها خالتي؟ ليش تكره البنية؟ والله ما ادري يمك. يما قولي لعمي صالح يخليها هني، يمكن خالتي دلال عايزانة عن لقمتها. ليش؟ لقمتها من جيب صالح مو من جيب دلال. اي بس ما هي حبتها، تقعد تذلها، حرام. خليها تقعد هني. زين يما، بقول لصالح وبشوف. متى؟ متى ما مرنا؟ ما ندري متى يمر. أنا أقول له خليه مرتش بالليل. أنت راد لهم الحين؟ إيه بروح أقعد مع فيصل وشعيب وخلود. بمان تلي. حياك حياك يا عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا يا ابوك. عمي ما عليك امر، ابيك تعال 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 يا ابوك. لا عمي ابيك بكلمه راس.
ان شاء الله. مرخصتكم يا عيال. مرخوص ايمن. مرخوص يا بابا. امر يا ابوك. عمي امي تبيك بروحك. خير؟ عسى ما شر صاير شيء. عمي خالتي دلال قاعده تعبي موزه ويدتي وايد مضايقه. عاد يبون يكلمونك اذا تقدر تخلي موزه تقعد عندنا. ليش ان خالتي دلال ما هي طايقتها؟ يعني تهد بيتي؟ عمي البنيه دمعتها على خدها الليل والنهار. ومو من الحين صار لها مده. وخالتي دلال الله يهداها تعمدت تشعمها قدام الحريم. لا يا ابوك لا. موزه بنتي. ولا أرضى أنها تهد بيتي. عمي ما هي عند غريب بيت خالتها. لا 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 يا أبوك لا. موزة تهد بيت أبوها وتقعد ببيت خالتها. هالشي يصير إذا مت أنا. أما في حياتي موزة ما تهد بيت أبوها إلا البيت رجلها. عيل حاط خالتي خلها ترحمها. على أمرك أبوك. لكن قول لي أكو شي صار اللي خلى جدتك وأمك يمشون مبكر؟ عمي اللي قلت لك واللي قاعد يصير كل يوم. إن شاء الله يا أبوك. مالك لا طيبة الخاطر. الليلة حاجة خالتك. ما قصر. يلا يا أبوك. خلنا نرد حق العيال عشان يحسون إن فيك شيء. وش يصير لي راحت هناك؟ جنيت أنتي. أكو بنية تطلع من بيت أهلها وتروح تقعد ببيت خالتها؟ صالح أدري إيش بتقولين لكن لأ. موزة بنتي وغالي علي ولا هي حلوة قدام الناس إنها تطلع من بيتي وتروح تقعد ببيت خالتها. وبعدين لا تنسين عندهم صبية هناك بالبيت وهذه بنتي يا دلال. إيش بيسوي فيها بياكلها؟ المراد أنا قلت موزة ما تطلع من بيتنا إلا على بيت رجلها بس. عيال باكر المغرب تروح تملك على بالنومان. ما تبي غصب؟ ماكو شيء غصب يا دلال. اغصبها على شيء ما تبيه؟ كأنك تعاند. السالفة ما هي سالفة عناد يا دلال. البنية ما تبي الرجال وهذه عشرة. العشرة إذا ما صارت برضا الاثنين تصير دمار. اندمرت ما ردت. أنا بعرف. أنت ليش سوين هالشكل؟ أبي لها الخير. هذا مو خير، هذا شر. لا مو شر. مثل ما أنت أبوها أنا أمها. عيل وحدة مثلها من بياخذها؟ ردينا على الطيريلي ملزوم تملج. وانا قلت لا، شيء بغير رضاها لا يمكن يصير. ايش فيك خفتي؟ ما هقيتك بتي. موزة ليش ما تبي تعرسي؟ هي ماما أبي. أكو ثانية تبينا؟ إنزين أكو وحدة ما تبي تعرس ولا تبي عيال؟ يما ولي عافيك مو الحين. إنزين متى؟ قولي لي متى حتى يصبر شهر شهرين. يما ما ابي ابي اقعد عندكم. تبين تقعدين عشان ابوك؟ اي يما وعلشانك انتي بعد. ابيك تعرسي وبخليه كاريلك بيت حوالي وكل يوم انتي عندي. لا يما ولي سلمك ما ابي. ما تبين اهو؟ في بالك احد ثاني؟ لا يما. ملزمه يعني؟ عيل تحملي ميج. Oh, I live here.
كله ردي. اقول ابراهيم خرعت المتثه انا ابوكم. ايش فيكم علي؟ خير. اقول عيالك ليش ما يشتغلون معاك؟ عيالي كلهم رباديه. هذاك هبابهم بس قعدوا من النوم، ها ذاك عاون ذاك وذاك عاون ذاك، وانا تركيني بس اني هذا هباب اللقمه بس احطها بحلوجهم بس. هذا عيالي. زين ابوي ما قال لك انه بيبطي؟ ابوك انت؟ ابوك انت؟ ابوك البارح صارنا صارنا هني. شنو صارنا؟ شنو صارنا؟ الاول والتالي البارح. ابراهيم الله يحفظك، شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ ابوك ليكون من البلال الف باء تاء وحاء. ابوك قضي يا ابو سالم، ما حد ينفع احد اليوم. ابو محمد لا الولد ينفعك لا الاخوه ينفعك حتى المره ما تنفعك. لكن ها يلا على طاري ما كان وصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايش انت ما عندك مهره ثانيه لتقود العميان على الصيف؟ الحين ما بطلت الدكان؟ ان شاء الله ببطل يبا، بس ابيك بسالفه. اما صدق ما يستحي على وجهي جالس ويا ريايل انا جالس اسولف وياهم. ابيك بسالفه، كم راح نجي هناك بطل الدكان وليتك نسولف. يلا خلها يصيروا العيش يقود العمى. يلا عظم قفاك ان شاء الله. حقت لك انا يا ابو سالم جالس ويا ريايل، تعال شوف السالفه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ما يخلون الواحد بحاله. صباحك الخير. صباحك الخير، حياك الله. حياك. يا اقول لك ان اليوم بروح برد الديره مع ابوهم الحجي عوض. ينيت انت بتروح لعدوانك؟ اخي بروح اشوف موزع. ردينا على هالموزع، ردينا. اروح اخطبها من صالح. باخذها وبيبها هني. انت ينيت صالح بيعطيك البنت اللي رباها. انا عزمت خلاص، وياي اقول لك اذا بنتي معاي. ومن عنده بتقعد؟ اروح لحمود ولا البدر؟ لا اعطاك اياها صالح. تبي تقعد عند حمود وتبي صالح يعطيك بنته؟ لا تسدها بوي، بروح يعني بروح اجابل الليل والنهار بتمقل فيه. والله كيفك يا عبد العزيز، انا نصحتك وانتو كيفك يا اخوي. ادعي لي يا يوسف. انا دعوتي عاد واحده بواحده. الله يسهل عليك ان شاء الله. اشوفك على خير. اشوفك على خير. نايمة؟ قومي قومي يلا. يما والله بطني وظهري عوروني. هذه السالفة ما هي جديدة عليك، وعن العيارة قومي يلا قومي. ان شاء الله. موزه
خم الحوش ونقل عيش وسوي الشاي والحليب. يلا بسرعة. إن شاء الله. إن شاء الله. منو؟ أنا يا أبوك أنا. دش يا أبوك دش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. آه. إيش فيك يا أبوك؟ عسى ما شر. ما فيني شيء. كل هذا ما فيك شيء؟ زين روحي دارج روحي دارج. لا يبا أكمل شغل. خلي عنك الشغل لا تسوين ولا شيء، روحي دارج أنت بس، وإذا قضى الغداء أنا أجيب لك إياه بدارج، روحي يا أبوك روحي. إن شاء الله. دلال خير؟ تعالي كملي غداك. قاعد اخبن ثوبي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا خلصتي خبان ثوبك، كملي غداك. زين يا الله تعيني ويروي لوتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يما هلا. شلونك ليلى؟ بخير الله يسلمك الله يحفظك. يما؟ هلا يما. هلا يما شلونك؟ بخير يما. إيش فيك؟ إيش غدات؟ غدا أنا مرق بامية. يلا يلا بذهب حطي. ليش أنا بروح حق شعيب؟ إن شاء الله يما. إيش في يما شبي؟ ما أدري ديدا بس قال لي مرني. خير إن شاء الله. زين يما. ريح على ما أنت بالغدا. بس بصلي، ما لحقت اصلي بالسوق. توكل على الله. اصب لك قهوه؟ اي والله صبي لي. شعيب يا شعيب. هذا عيسى. حياك عيسى. عليكم السلام. هلا عيسى. شلونك شعيب؟ الحمد لله. تغديت؟ ايه الحمد لله. الحمد لله. هيا التقي قهوه. يلا. شلون امي وديدة؟ الحمد لله بخير. عيل ليش ما جبتهم معك؟ تدرون عاد ديدة عقب الغدا تكبر المخدة. اكيد لحم وقلاص لبن، شلون ما تكبر المخدة الله يهداها. قول له شعيب. خليه تقهوه بالاول. لا قول عادي. ايش صاير؟ شوف يا عيسى، انت تدري ان خوالي شغلون لي بيزاتي وعندي خير من الله الحمد لله، وتدري بعد ان عندي دكاكين زل وخشاب وطيب. عاد انت شوف طب وتخيل اي دكان انت بتمسك لي اياه، وانت لامر والناهي ليش ان خوالي كبروا بس قاعد يمرون دارين بالهم، ودي بعد اريح واحد فيهم. جزاك الله خير. بس شنها مهي حلوه كأنك تقول لهم وخروا. انت نسيبي يا عيسى، ومو شيء اللي مسك لي محل. بس كنا مهي حلوه هالدبوي. تفتك من التشعم انت قاعد معاه غصبا عليك. اي والله صدقتي. بس شو اقول له؟ قول انك مت مرتاح واعتمادك لسنين على روحه. انت قاعد تتعب وتكد وما يعطيك الا كم من بيزه. وحط المعاش اللي يرضيك. ما قصرت. لا تستعجل، شوف روحك الليله وباكر على راحتك. اشتغل مع شعيب، أقلة ما بتسمع كلمة تجرحك. اي والله صدقتي. بس عيل عزم عشان أمي، ترى والله مو راضية إنك تشتغل معاه. يصير خير إن شاء الله. الحين خالد ما يقعد مع موزة بدارها؟
عين ليش يوم قلت له خل تقعد في بيت أمي قال لا ما يصير، ليش إن عيسى يحلها؟ أهو نسى إن خالد بعد يحلها. أنت حاملت على روحك وقلت له ما قدرت، خفت أقول له على اللي حس علي ويمكن يكفخني بأكبر ما عنده. أبوك هذا عمره ما يتغير. شو أسوي يا أخوي؟ أبوي ما لي بد منه. أسمع كلام ريال أختك واشتغل معه، خاصة أنه قال لك حط المعاش اللي يرضيك، إيش تبي بعد؟ وتهج أبوي بيخليني بسهالة، وهو معتمد علي، ما يدك كان إلا الضح العود. إيه بس ما يقدر يلزمك إنك تشتغل معاه، والبيزات اللي بغيت تقول عنها بسنة واحدة تقدر تجمعها من معاشك مع ريال أختك، وتقعد هالمسكينة سنة ما تدري باكر يجي واحد غير بالنومان ويخطبها. معذورة، وخالتي بتغصبها يعني بتغصبها. ما دام أبوها معاها ما تقدر تغصبها. والله ما أدري يا أخوي، خايف إنها تروح من إيدي. تحبها وايد. أحبها، إلا هي عيوني اللي مركبة. والله يمك ما أدري إيش أقول لك. تلقين أبوي بيزعل؟ هو مو بيزعل، الخوف إنه يلطها الزحير ويكسر البيت علينا. تلقين يسويها؟ مينون أبوك أكيد يسويها. بس ما عليك، في حكومة. إي والله السلاطين ما نوجدت إلا حق الشياطين. إي مو أبوي شيطان؟ ويه زين، ما أقول لك إنه أبوك علم إبليس الشيطانة. يعني اتكل على الله؟ اتكل على الله وخليه يولي. بس يمو ملزوم أعطيه خبر. أخاف تروح لي وما يكفخك. تدري شلون؟ خليني أنا أروح له وعلمه بالسالفة. تسوينها؟ وعشته وليش ما أسويها؟ هذا كول أخاف منه، بس الحين لا حبيبي. يعني شلون؟ متى بتروحين؟ شوف يا وليدي، أنا إن شاء الله من فير الله بروح له. أحسن شيء أروح للبيت ما أروح للسوق، أخاف يزفني ويبهذلني قدام الناس. خوش عيل، يلا تمسين على خير. وأنت من أهل يما.
خليك خليك. يبتلك ريوبك وما طارت ماي حار. حطيها على بطنك وظهرك ديري بالك. حار مشكورة يوم. رضيتي علي يوم؟ والله يوم بسوي كل اللي تبين، بس ما ابي اعرس احي. اليوم انت ساكتة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. بل شليئي القشرة هذه. خير ولدك بسوي شيء؟ لا ما سوى شيء، بس هي تقولك انه بيشتغل عند شعيب. الصج ينقال البستين اللي ياخذهم من عندك ما يكفون حق دام يوم واحد. اوش عندها بنت البيك وعيوز النار كل يوم تاكلون ذبيحه؟ احنا حامدين وشاكرين على لقمه العدس، بس السجين قال البستين اللي ياخذهم منك شي يزن فيه؟ الريال باكر بيعرس كبر، ناكل منهم ولا بيجمعهم؟ وش عيب مالك هذا؟ ايش بيعطي؟ بيعطي الملايين؟ يعطي اللي يكفيه ويزيد. زين انا حسابي مع شعيب مالك هذا. شعيب ما له شغل، احنا اللي طلبنا منه عيسى يشتغل عنده. زين بالدلفين الحين ولا اخذ اكبر ما عندي وفهق على راسك؟ روح عسى الله يصك باب رزقك. قول امين. ابوي هاي مفاتيح الدكان والصبي بيعاونك في اللي تبيه. جزاك الله خير عمي. المعاش بينك وبينه والحلال حلاله، وانت تستاهل كل خير يا ولدي. ما قصرتوا. مسون على خير ابوي. وانت مثله خير عمي. انت مثله خير خالي. يبا الله يهداك. شفيك؟ اقلب وجهك عني يا ولد العنزة. ليش يبا صاير؟ ما صاير شيء. ابى اشوف هذا بفلوسه اشتريك. يبا ترى شعيب ما له شغل، انا اللي طلبت منه انه يشتغل معاك. لا والله ايه؟ انت اللي طالب منه. اي والله يبا. روب توب. اسمعني يا بزر يا ماما. اسمع صل على النبي. تعال اقعد. شو السالفه؟ يبا بس خلاص يبا اقعد 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 اي نص ساعه. يا حسرة قلبي على بنتي. بشر يا حجي. والله ما ادري ايش اقول لك. ملزوم انه قصري لها. واي بنتي واي بنتي واي. القراحة كبرت وقاعدة تمشي، ونوصلت للقلب كلت. صار لنا كم يوم رايحين رادي والحجي يقول ماكو فايدة. يعني كلش ماكو فايدة؟ لو اكو فايدة ما قلنا بنقصها، بس ترى ما هينا علي. انا اقول تفقد ريل ولا تفقدونها كله. غالية صاجة وكاد ودج حتى يصبالج كله طالع هذي. بس عاد على اللغوية. ايش قلت يا اخوي؟ لا حول قوة الا بالله. اللي يشوفونه سووا. توكل على الله. يا بعد عيني عينك يا يما. الله بلاك بأبو ما في خير، شر عم الكل. حسبي الله عليه من ريال. ايش بنسوي يعني؟ انا كسر خاطري شعيب، تسببت له بالأذية. يا يما انت مالك شغل، هذا ابوك والكل يعرفه، لا يحشم ولا يوجب. خلنا نشوف الباب.
ياك ياك هلا حياكم حياكم. شلونك حبيبي؟ ايش فيك؟ ما فيني شيء لا تحاتيني. حاتي ريلك اكل طق السنه بساعه. ما عليه خلنا اجرب الطق ليش اني عمري ما طقيت. سامحني يا اخوي شربكتك معي. هلا يمه. هلا بشعيب. هلا فيك. شلونك ديده؟ بخير الله يسلمك يا يمه. شلونك شوفك؟ هلا بدري. هلا شلونك؟ ايش عيب؟ هلا يمه بخير الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله خالتي. هاك يا عيسى. ملزم يعني؟ عفا عليك حكي جهاله هو الا اذا انت مو حاب. شلون مو حاب؟ الا حاب وحاب وحاب بعد وهالمره عناد. ملزوم تشتغل مع زوج اختك. مو كافي هو ينام للضحى العود وانت تقعد من فير الله تفتح له الدكان؟ كافي كرفك كم شهر لو يستحي على وجهه ما يوصل لباب البيت يقولك عطني البيزات. لا يا يمه لهني وبس عاد. الزم تشتغل مع زوج اختك. ابرك لك اللي تشوفونه. على خيره الله. جزاك عند رب العالمين يا غالية بكل اللي سووه فيك وقاعدة تكرفين من الصبح عندهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما علي يمك تحامل على روحك. ملزوم توقف معاها. اي بحاجتك اليوم يمه؟ تهقيت بتعيش. الله كريم عسى الله يخليها لعيالها ولك. يمه لا تهقين نسيت اللي سويته فيك. ادري ان قلبك كبير بس اسوي هذه بنت عمي وعندي منها عيال. واذا ما وقفت معاها بنت ريال حتى لو ما كانت بنت عمك حتى لو ما كان عندك منها عيال بينكم عشرة. قوم يمكم.